نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان، ونبدا هذه الجوله بهذا البيان الذي ورد الينا، حيث تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه ووفاء من مصر للتعهدات الدوليه بمنع وايقاف عمليات الهجره غير الشرعيه الى اوروبا ودول الجوار، فقد تمكنت هيئه الرقابه الاداريه بالتنسيق مع وزاره الداخليه والنيابه العامه من الكشف عن 4 تشكيلات عصابيه منظمه ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهره والجيزه والبحيره وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستخدمين في ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابية أو حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري، وذلك لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. كما أسفرت التحريات عن توريط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم في مصر. وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجاري العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. إذن كنا ننوه على هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية عن مداهمتهما لعصابات هجرة غير الشرعية في 5 محافظات، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين من وزارة الداخلية ومن هيئة الرقابة الإدارية بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجاري العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا للتحقيق. كما تم ضبط مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية مثل عقود الزواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بأن هناك اضطهاد ديني وسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة. إذن نعيد ونذكر بهذا البيان الذي ورد إلينا، حيث تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات كالقاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستخدمين في ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم في مصر.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد لتنفيذه. وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وأجار العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.